الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرسله لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريقة، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حسن، وفي بعض النسخ حسن غريب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرك ثيابك وإما أن تجد ريحا منتنة. متفق عليه، يحذيك يعطيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفقون عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله: الأرواح، إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها معلقة. وعن أسير بن عمرو ويقال ابن جابر، وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: لا أكتب لك. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل هنا أحد من القرنيين؟ هل هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وسعاليكهم ومن لا تعرف عينه من أخلاطهم، والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا ومشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا ومشيا، وكان ابن عمر يفعله. باب فضل الحب في الله تعالى والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وعن أنس رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يكذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. متفقون عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم، وقد سبق في الباب قبله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وسذروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك في الله، والله إني لأحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتباذرين فيه. حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قوله هجرت أي بكرت هو بتشديد الجيم. قوله الله فقلت الله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام، والثاني بلا مد. وعن أبي كريمة المكذام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال رسول الله: إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلم. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود. باب علامات حب الله تعالى العبد، والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. معنى آذنته أعلمته بأني محارب له. وقوله تعالى استعاذني روي بالباء وروي بالنون. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إن أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريته فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. باب التحذير من إذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب الذي قبل هذا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال: لا تقتل. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتل، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامي، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص الورثة، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلت؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء، بطن من جهينة القبيلة المعروفة. وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة.